يجب على الإدارة الأمريكية أن تلجم الحكومة الإسرائيلية بكل ما تقوم به من إساءات للمجتمع الدولي من خلال الخروقات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. يجب على الإدارة الأمريكية أن تجبر إسرائيل وحكومة نتنياهو على احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهذا في غاية الأهمية حتى لا يتحول الصراع الدائر من صراع سياسي إلى صراع ديني لا مخرج له. على أمريكا أن تتوقف عن حماية ودعم إسرائيل بهذه الطريقة في المحافل الدولية. إدانتنا القوية لهذه الخروقات المتنافية مع القانون الدولي والإنساني، كما وقفنا على مظاهر خطورة هذه الممارسات التي بالإضافة إلى استمرار بناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيعها تقوض بالطبع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين